السلام عليكم، بونجور بونسوار عزيزي الفلاون. دونك هذا الموضوع تاع حداد مثير للجدل. دونك شفت باللي العدالة الجزائرية بغات تدير يعني النيابة، بغات ترفع قضية باش تشوف حداد كيف دار علاقة مع لوبي أمريكي باش يعطيو له استشارات، باش يعطيو له دي كونساي، وثاني يعاونوه. حتى واحد ما على باله، لان البابي هذاك ما بينش العلاقه بين حداد وهذيك سميتو هذاك مركز الضغط، اللوبي الامريكي. دونك قبل ما نهضروا على القضيه، نشوف باللي النيابة بغات تشوف اسكو حداد كيف حداد بعث دراهم، ولا اسكو يعرف ولا ما يعرفش، ولا هذيك المرأة اللي تخدم في باري. دونك نشوف لادريس تاعها 63 رو. دونك نشوف لادريس تاعها. المهم هي في فرنسا بعثت دراهم 10 مليون دولار الى امريكا، دونك الكترونيك يعني من بنكه الى بنكه. دونك اولا لازم يشوفوا حداد اسكو هدر، لان في السجن يكون عندك دي كاميرا، يكون عندك دي ميكرو في التليفون، اسكو هدر مع اي واحد في القضيه هذه، ولا هدر مع لافوكا ميم سي سي كونفيدونسيال. مي دي فوا تسمع التليفون، يكون دي كاميرا، يكون دي ميكرو داخل السجن، في كل السجون تشوف اسكو هدر مع لافوكا، اسكو هدر مع المحامي باش يوصل الكلام الى فرنسا، من فرنسا يبعثوا باش يريكريتيو هذا اللوبي الامريكي. لان الناس يشوفوا باللي حداد ذكي، زعما يروح يخلص 10 ملايين دولار، ولا خلصوه وناس اللي كانوا يشتغلوا مع حداد، دوك يشوفوا اسكو حداد على باله ولا ما على بالوش في القضية هذه. بصح كيف اعرف هذا اللوبي هذا؟ لان هذا اللوبي هذا سي كما نقولوا المسؤول على اللوبي هذا، اللي خلقوا اللوبي هذا ستانيسكرو. دونك دار بزاف بزاف المشاكل، راح في قضايا تاع العدالة. دونك هو واش يدير؟ دونك اللوبي هذا السيستم تاع اللوبي في أمريكا، هناك اثنين ولا ثلاث طرق ممكن تكون لوبي. ممكن تكون لوبي مباشرة، انت تجيب دراهم على اسمك وانت اللي تدير الشغل تاعك، تجيب دراهم دير لي كونتاكت انت، دونك لي فري القهاوي لي زوتيل، خلص مثلا العشاء لأناس تاع الكونغرس، ولا تعطي له مثلا، لان هناك قيمه محدده تقدر تعطيها للكونغرس باش تسوتنيه مثلا في لا كومباني الكتورال تاعو. دونك هذه القيمه المحدده ما لازمش ديباسيها، ممكن تعطيها له انت ولا يعطيها له واحد اخر هكذا، باش اوليو تعطي له انت مليون دولار تعطي له مليون دولار بالتقسيط. بصح هو على باله باللي جا من عندك، ولا يكون انت عندك مركز، هذا مركز ضغط، وبعد تريكريتي دي زافوكا، تريكريتي دي جون دي لوبيست. دونك ممكن مثلا لاجونس يكون يحكمها واحد هو ما يعرفش يهدر، ما يعرفش يبزنسيتو، يروح يجيب ناس يديروا له الشغل هذا. دونك باسكو لي كونيكسيون، انت واش تعرف، انت واش تعرف هكذا، حتى وين توصل لا سورس تاعك باش دير واش دير انت. هذا المجال هذا في امريكا اسمه الرذالة، كلش هذا اللوبي هذا كلش كاين فيه. دونك هذو الناس، هذا الانسان روبرت سترايك ستانيسكرو، بس هو ثاني عنده ناس يخدموا معاه. اليوم مثلا هو كيبدا مثلا كان
بدا كمستشار مثلا، هو عنده حقل تاع العنب يدير الفينيار، هو يدير عنده العنب يديروا به الخمر، وثاني يقدم عنده هكذا مستوى، لان نورمالمون حط روحه باش يكون رئيس بلدية. ومن بعد دخلاته هذه تاع السياسة، دخلاته هذه تاع السياسة، هو تاع كاليفورنيا، ومن بعد راح لاريزونا، من اريزونا جا لواشنطن دي سي. دونك هنا في واشنطن دي سي كاع الناس عندهم هذه الثقافة تاع لا بوليتيك، ولا بوليتيك ماشي فقط سياسة تنتخب، هذه سياسة تاع الليل، الاجتماعات يديروا بوليسيز، يديروا مثلا لي لوا، يديروا كلش في الليل. هذا الانسان هذا استغل الفرصه، ستانيس كرو استغل الفرصه، ما على باليش دونك الكونتاكت بين هو وحداد، وهذيك سميتها صبرينا تاع فرنسا، ما على باليش الكونتاكت كيفاه، شكون اللي قالوا باللي لاجونس هذه تقدر دير لك تقارب مع ترامب، مع الرئيس الامريكي، لان هذا الانسان هذا عنده مده هو يجيب هكذا، يروح للناس اللي راهم في الضغط، ما يروحش الواحد اللي لبس عليه عنده الوقت، ولا يروحوا لهذوك الناس المتضررين يجيبوهم، لان لازم له ضغط، يروح مثلا يهدر مع ترامب، ولا هذوك اللي الناس اللي عندهم مثلا لي سانكسيون، العقوبات الامريكيه. دونك هذا الانسان هذا يشوف الناس اللي راهم متضررين، يشوف هذو الناس يروح عندهم باش يجبدهم. مثلا دخل مع الخليج، اعطاهم وعود، بصح كاع وعود كاذبه. اوكي دوك نشوف مثلا عنده مع الكويت، مع البحرين، مع السعوديه. دوك هذا يلعب كما نقولوا دوبل جو. كيفاه؟ مثلا عنده مثلا الى في دي بروماس لهذاك محمد بن نايف، دار له لي بروماس، او ميم طون يشوف كيفاه يدير مع محمد بن سلمان باش يجي لتروم. هو عنده القدره يجي لتروم محمد بن سلمان. اوكي بصح محمد هذا بن نايف خلص 5 مليون دولار. اوكي باش شفتوا واش صرا الاقامه الجبريه عليه هيتو، بصح ما دار له والو، خذا دراهم هذوك وما دار له والو لمحمد بن نايف. دونك تشوفوا باللي هذا الانسان ستانيسكرو ياخذ دراهم يبرومي لك، يشوف هكذا يروح مثلا يشوف الكونغرس، بصح ما يدير والو. دونك الشاه فيه حداد، خلص دراهم تاع الشعب. دونك كي هذا الانسان هذا دار مثلا اتصال مع الدول من الخليج، منهم مثلا الكويت للبترول هي شركة كويتية، بصح هناك تخاصم، هناك صراع بين السعودية والكويت على حقل البترول، هناك حقل البترول بيناتهم. دونك كل واحد يقول تاعي. دونك نشوفوا شكون يروح لترامب باش هذا الصراع هذا هو اللي يعطيو له الحلول. بصح سبقوا هذا محمد بن سلمان راح لترامب دونك باش يدير ضغوطات. دونك اليوم هذيك لا كومباني تاع الكويت خلصت دراهم وما دات والو. بعض الدول تاع الخليج هذا الانسان هذا الاسكرو هذا لا برومي تقارب مع ترامب ما دار لهم والو. دونك حبسوا لي كونطرا هذوك، حبسوا ديسمبر ديرني. دار ثاني ان كونطرا مع البحرين، قالوا ارواح نجيب لك سميتو تقارب مع ترامب. هذيك الخطره كي البلدان هذه الكويت والسعوديه والبحرين يدو عنده 12 زبون راحوا له، لان يبرومي دي جون، يعطي وعود مي جامي يدير اي حاجه.
يعطيك وعد يقول لك انا مثلا جو في ايسي، لان هذا اللوبين هذا سي با سيور تخلص يجيب ولا ما يجيبش. دونك هذا الانسان هذا بالك يعرف يهضر ولا كل خلهم خلصوا واش خلصوا. كاين شي ناس خلصوا 2 مليون دولار 3 مليون دولار 5 مليون، مثل بالنايف هذا. بالنايف هذا سمع باللي هناك انقلاب عليهم كاع هذوك الناس اللي حطهم في لوتيل بن سلمان، بعث 5 مليون دولار خلص هذا الانسان هذا اللي سكرو هذا وما دار له والو، حطوه في الاقامه الجبريه ما دار له والو ترون ما دار له والو. هذا الانسان دا دراهم باطل وما رجع لهمش، لان هناك قوانين، هناك قوانين. الى انت راك تخدع الناس نورمالمون ترجع دراهم. المشكله اللي صارت مع هذا لا كومباني هذا، هو في 2016 عنده تقارب مع ترامب. هو كان بسيط، هو كان مستشار بسيط مع ان كومباني صغيره. اوكي دونك وسترن بوليسي واقيلا اللي سميتها هذه الشركه، هذه الصغيره هذيك ماشي تاعو، كان خدام كان سامبل مستشار. ومن بعد بهذيك دخل باش يعاون في لا كومباني الكتورال تاع ترامب في 2016، ثم دار تقارب. الاناس كاع اللي يجيو لواشنطن دي سي تدخلهم هذه باش يدير لي زافير ايتو مع الرئيس. دونك لا كراي لا كومباني تاعو. ومن بعد هو واش دار، الى في دي كونتاكت مع اناس واحد اخرين. دونك انت مثلا عندك لا كريمو اون طونك لوبيست، اوكي كاين شي اناس ما يقدروش يديروا لوبي على اسمهم، بصح عنده لي كونتاكت، لان هناك دي كونديسيون. اليوم كي تخرج مثلا من الكوفيرمون ولا تكون في منصب حساس، دونك لازمك 5 سنين 10 سنين يتو باش تدخل دير لوبي لروحك. دونك هناك دي زافوكا يستغلوا الفرصه هذه، كيروح مع نوتر لوبي يخدم معاه. دونك جاب دو لوبيست، هذا الانسان هذا روبرت سترايك جاب دو لوبيست كانوا يروبريزونتيو نيكولاس مادورو تاع فنزويلا. هو ما على باله بوالو، هو يجيب دراهم، هو يجيب دراهم على اسمه، ومن بعد هذوك يديو التشيبات تاعهم، ومن بعد يخلص مثلا الكونغرس ولا يخلص اي شيء. هاي كيف يروحوا دراهم هذوك؟ دونك كيف اقول الكونغرس باللي هاد الزوج هذا دي زافوكا يخدموا فيك انوتر، هما عندهم بيرو تاع افوكا بصح يروبريزونتي ويخدموا مع هاد لا كومباني تاع واسمها سونورن بوليسي جروب. دونك يخدموا معاهم، فكيف اقولهم باللي يروبريزونتيو الحكومه تاع فنزويلا كاع. كاين شي سيناتور ايتو بدا يدير لي لاتر، ومن بعد يهضر مع دوتر سيناتور، هكذا يمشي الحاله هنايا. يهضر مع واحد هذاك، يهضر مع واحد هذاك، يهضر مع واحد، حتى وين اتفقوا بزاف لي سيناتور قالوا هاد لا كومباني هادي ما نسحقوهاش، لان راهي تروبريزونتي ان ديكتاتور. ومن بعد جبد روحو ديريكت وراح لهذوك لي زافوكا قال لهم خلاص ما نقدر ندير معاكم حتى حاجه. الكونترا تاع 12 مليون دولار ديجا الى اونكيسي 2 مليون دولار، دونك ما رجعهمش تاع فنزويلا، لان الكونغرس معولين يبويكوتيو هذيك الشركه هذاك المركز تاع اللوبي. ومن بعد كيف اقولوا ثاني دار واحد الزبله واحده اخرى، بنت رئيس تاع انغولا هي ايزابيلا دو سانتوس. هذه ايزابيلا دو سانتوس كانت تخرج دراهم من انغولا لبرا، دونك راهي تخرج دراهم. حتى فاق لها واحد جورناليست تاع انفستيغاسيون، كي بداو يسقسيوها راحوا عندها ايتو، شفت بلي فاقوا لها جابوا لي بروفيتو باش تلقى حلول. جات عند هاد لاجونس هادي هاد اللوبي هذا باش تجي ترامب يعاونها، خلصاتو 2 مليون دولار. 2 مليون دولار هو هاد الانسان هذا ماشي فقط يدير لي رولاسيون مع ترامب، عنده علاقه مع دي زافوكا. دوك نقول لكم واحد لافوكا اللي يعرف كيفاه
صحاب لا مافيا يخرجوا دراهم، يخرجوا يدخلوا دراهم، يديبلاسيو دراهم. عنده طرق هذه، دي زافوكا هنايا عندهم المخ، يدير واحد الحوايج خارقه للعاده. دونك كي بدا تخرج هذوك الدراهم، دونك يماسكيهم ولا يديهم الى مكان ما يقدروش يعرفوهم هذوك لي زانفيستيغاتور ايتو. دونك هذا الوقت هذا ثاني خرج الكلام باللي هذه بنت رئيس، باللي سيدي الديكتاتور سرقوا الدراهم تاع الشعب، سرقوا الدراهم تاع الشعب. هناك ضغوطات على من الكونغرس على الناس هادو، الوسطاء، هناك وسطاء اللي هذا روبرت هذا جاب وسطاء بينه وبين الكونغرس ولا ترامب ولا اي واحد، ماشي هو ديريكتومون اللي ريبريزونتي هذه ايزابيلا. هذه كان فيهم، كانوا في ثمانية، كانوا في ثمانية، ستة منهم استقالوا خلاص، شافوا باللي ما كاش الفايدة، لأن ما يروبرزونتيو دي جون بدون حلول. يشوفوا هذوك الناس هذوك اللي يسحقوا راهم في أحج الحاجة المساعدة، يروحوا عندهم باش يجبدوا دراهم من عندهم. أي لك واش صرا مع حداد. أوكي، من اللي بدات لا كومباني هذه تاعهم الى 2019، عندهم 15 حكومه اجنبيه اللي خرجت تخلص على فونس، كاين دي بروماسيتو بصح يخرجوا، يقول خلاص ما درت لي والو نتايا في عام، باسكو كاين شي ناس يديروا عام، كاين شي ناس يديروا كل شهر، كاين شي ناس يديروا دو زون. دونك انت تخلص 15 واحد، 15 حكومه خرجت، شفت باللي ما كاش لي ريزولتا، دونك راك تخلص دراهم ما كاش لي ريزولتا. مثلا كاين واحد ثاني، هذا الى ريكريتي انوتر اجونس سميتها اكسيليرنت ستوديو، باش تروبريزونتي هاد لاجونس هادي. عندهم دي زافوكا، عندهم دي جون لي ريبريزونتيو، هما اللي يديروا اتصال بين اسمها اس بي جي مع روبرت سترايك هذا، وثاني مع وناس واحد اخرين، مع الحكومه تاع مصر ومع كردستان. بروماو لهم وعود بزاف لهذوك الناس. دونك كيبداو هادو لي زانترميديار بين اللوبيست هذا روبرت سترايك مع هذو اللي مصر مع الكردستان، كيبداو يديروا يروحوا مع القهاوي يهضروا معاهم، يديبلاسي طوموبيل تاكسيتو. اليوم هاد لاجونس هادي راهي رفعت دعوه قضائيه على اللوبيست هذا باش يخلصها 200,000 دولار، لان سيدي فرين بداو مثلا يخدموا معاهم ما وصلوش الى اي نتيجه. هذوك مصر مع كردستان قالوا لهم خلاص حبسوا الكونترا. دونك هذه استوديو، هذه اكسيليرنت استوديو، خسر من جيبو ديجا 200,000 دولار. بس هذا اللي سكرو هذا ما بغاش يخلص. القضيه راهي اليوم في العداله، لان دي فوا انت دير دي كونترا، لان الكونترا يكون مثلا على اسم الشركه هذه اس بي جي. اوكي، ما كاش ان انترميديار داخل الكونترا هذا. دونك هادو لي كونترا هذا مثلا يديروهم فقط بالهضره، يقول له مثلا جيب لي ان كليون نخدم به، نسني لي بابييتو، بصح حتى هو ريسبونسابل لي كونتاكت لي فري ديبلاسمون تو. دونك كي ما لقاوش اي بابي اليوم راهم خاسرين 200,000 دولار. بصح يلقاو مثلا اتصالات بالتليفون ولا اي حاجه، دي زيميل. بصح اليوم القضيه راهي في العداله. مصر مع كردستان راحوا قالوا لهم ما جبتنا والو، راحوا كل عطاو وعود لكردستان وهي ما دارها والو، خلصوا شحال من دراهم. ثاني هو مثلا كيفاه ولا معروف ولترفوا، لان كان 2016 كان يخدم في لا كومباني الكتورال، ما كانش مستشار. الناس راهي تهضر يقول لك كبير ولا لا، ما كان
اي واحد يخدم في لا كومباني الكتورال تاع ترامب ستتقارب معاه. دونك واش دار هذا؟ كي بدا يتصل يجيب لي كليون ترامب مثلا دار اتصال مع سفاره نيوزيلندا، سفاره نيوزيلندا جابها ميتينغ مع ترامب، ثم اللي ولا في الساحه. اوكي كان مستشار صغير، اي واحد يقدر يدير شغل هذا. بصح كان شي ناس يعرفوا الدومين هذا، كيف يجيب دو واحد يروح يديوه لترامب، ولا مثلا واحد يقول له الى عندك مشكله يفريها لك، ولا عندك دي سانكسيون يروحوا البلدان هذوك اللي عندهم دي سانكسيون. بصح دوك نقول لكم كيف يديروا لهم. كان شي ناس دخلوا في المعمعه. اوكي قلت لكم مثلا الوزير الخارجيه تاع السعوديه في 2017 جاب له مثلا ميتينغ مع ترامب، ثم اللي قال له يا بيسك جبت لي ميتينغ مع ترامب والتقاء ولا لا فوتو هكذا مثلا ولا القهوه مع ترامب، واش يقولوا له؟ قال له يا نجيب لك محمد بن نايف بغى يهضر معاك، عنده مشكله. هو محمد بن نايف قبل ما يطلع بن سلمان شاف الى يدير اتصال مع ترامب بصح سانا با مارشي، دونك حطوه في الاقامه الجبريه، حطوه في الاقامه الجبريه. هذيك الخطره هذا الانسان هذا روبرت دخل مع واحد جديد اسمه كريستيان بورج، هذا اللي دار اتصال مع حداد، مع هذيك لا ريبريزونتون تاع حداد. هي في التيتر تايتل تاعها سينيور ادفايزر تاع حداد، مستشاره تاع حداد اللي راهي في فرنسا. اتصلت مع هذا بورج هذا سنيو لي بابي معاهم. هذا برج اليوم لان خرجوا كاع الناس من اللوبي هذا. ايماجين واحد يخدم ما يخلصش ولا يديروا له ان كو ديتا ولا، لان الا تكون انت سي ان انترميديار دي فوا انت تخلص لا فاكتور. انت مثلا كيما هذوك تاع فينيزويلا كي شافوا الكونغرس باللي راك تخدم مع فينيزويلا هذاك تخلى عليهم، قال لهم اتش انايا لي زافوكا هذو هما اللي جابوا الكونترا. ذكي هذا روبير هذا ستانيسكرو، يجيب واحد ان انترميديار الى كان شي مشكل يذبحو، يقول لك انا ما على باليش هو اللي جاب الكونترا. دونك سي بيان ذكي على بالو واش راه يدير. كي يجيب بزاف الناس يكون عنده دي انترميديار مع السفارات مع دي غوفرنمون، كي صرا مشكله مثلا مع ترامب ولا مع الكونغرس هذيك الكونترا ينحيه، وهذاك الانسان مثلا خسر دراهم من جيبه يتبع فيه في لا جوستيس او عنده قضايا لهنا في لا جوستيس. اوكي مثلا البحرين السفاره تاع البحرين خلصت هذا، خلصت برج هذا 500,000 دولار، ودار مرتين التلاقى مع الكونغرس، راح للكونغرس دو فوا باش يهضر على مشاكل تاع البحرين، خلصوه 500,000 دولار دراهم كبار. دونك ام بعد واش دار هذا الانسان هذا؟ لان دوك نقول لكم اسكو فريمون كي دخل هذه تاع حداد، لان اليوم الغبي هذا تاع حداد او يخدم مع شركه فالسه او يخدم مع لوبي فالس يحوس على اناس اللي راهم متضرين، على بالو حداد 18 سنه ما يخرج وعنده دراهم خرجهم من البلاد، يشوف كيف ينافيغي يديهم الى اماكن حتى واحد ما يفاقلو. دونك قبل ما نروح لهذه الطريقه هذه ثاني هذا الانسان هذا لا ريبريزونتي مثلا الحزب الديمقراطي الالباني 2019 عطالو وعود ما دار له والو. اوكي خطر انت تخلص، ممكن يجيب لك ميتينغ ممكن، بصح واش يبرومي لك بزاف الحوايج ما يدير والو. اوكي كيما هذاك برومو مثلا هذا البوي تاع البترول للكويت ما داروا والو، ما داروا والو، داو دراهم كيما بن نايف داو 5 مليون دولار وهو حطو في الاقامه الجبريه بوريان. كيما ما دورو مثلا داو 2 مليون دولار، هو الكونترا تاع 12 مليون دولار بصح داو فقط 2 مليون و500. اوكي
كما هذيك مثلا، هذيك لونغوليز هذيك، داو كاع دراهم من الناس بصح ما داروا والو، فقط ديبتي ميتينغ هذا، و ما على باليش اسكو فريمون لي ميتينغ هادو جابوا حاجه صحيحه ولا ما جابوش. المهم الكونغرس مثلا سي فريمون ديفيسيل، انت تروح تقنع اناس، او عندك الجمهوريين، عندك الديمقراطيين، عندك انديبندنت لي انديبوندون. دونك لي انديبوندون الا كاين شي ناس انديبوندون تقدر تقنعهم، لان راهم في الوسط، ولكن هناك قضايا، هناك قضايا تمشي يعني الملاير والملاير، لان الديمقراطيين ولا الجمهوريين ولا عندهم اتصال مع الناس اللي يبيعوا سلاح، عنده اتصال مع لوبي اسرائيلي، عندهم اتصالات مع لي غرون بيزنس. دونك هو راه في الجوب تاعو، في البوست تاعو، بصح يشوف لي زانتيري وين يجيب الدراهم بزاف. لي سيناتور مثلا ما عندهمش هاد البروبلام بزاف، لان علاه؟ السيناتور يبقى 6 سنين، كل 6 سنين يفوتيو على سيناتور. سافو دير وقت مثلا لي زيليكسيون، وقت الانتخابات، ثم اللي تشوف انت شكون تشري، السيناتور هذا، السيناتور هذا، تعطي له هذا، تعطي له هذا، الوقت الانتخابات. بصح الاعضاء لي ريبريزونتاتيف هذوك كل سنتين صافي، سي فريمون ديفيسيل هذوك الناس، لان يتبدلوا كل سنتين، كاين الفوت ايتو، دونك تلعب مع كل سنتين لازم تلعب اللعب هكذا. دونك ديجا الوقت هذاك، عندك سنتين، عندك 6 سنين، كيفاه تلعب؟ هذا تلعب له كل 6 سنين، هذا تلعب له كل سنتين. ومن بعد لي كونتاكت مع الوايت هاوس، مع البيت الابيض، هذوك الناس اللي يبقاو 6 سنين مثلا، هذوك تاع الكونغرس، هذوك تاع السينا، اللي يبقاو بزاف سينا، صافي ديرك عندهم علاقات بزاف في البارتي، عندهم علاقات بزاف مع البيت الابيض، صافي ديرك هذوك لازم دير معاهم مليح، لان هذوك تاع عامين ممكن يجي واحد اخر يدي له بلاصتو، خلاص تنفيستيه بوريان، تعطي له دراهم، تديه القهاوي، تخلص له لوطات، بوريان. بس هذوك تاع 6 سنين خلاص، كي يربح الفوت ولا مثلا كي يعاود الفوت، كان شي اناس ست فوا سي فوا راهم في السينا، اوكي، يعاود دونك عنده علاقه بيان مع الوايت هاوس، مع البيت الابيض، ميم سي مثلا ما تدخلش ديريكتومون ترامب، بصح انت تعرف لي زادفا للمستشارين تاعو، تعرف لي مينيستر تاعو، لي سيكريتير. دونك اي اللي كيفاه يلعبوا على الناس هنايا، مثلا على العقوبات، لي سانكسيون، كاين شي اناس ما يديروا هذا ستان كوميرس، اوكي، كيفاه يدير؟ دونك انايا هنايا في ظني، حداد ما راش يحوس ديريكتومون لي كونسي من هذا اللوبي، هذا اللوبي هذا عيان، سيت ان اسكرو، يسرق دراهم، يروح للناس اللي متضرين، على بالو باللي امبوسيبل يخرج من هذاك المأزق، يبروميلو، شوف حداد خلص 10 مليون، واحد اخرين خلصوا، كاع الناس خلصت 5 6 7 2 3 500 200، بصح حداد هو الواحد اللي خلص 10 ملايين دولار، لان راه في ورطه، على بالو بلي ما يخرجش من هذيك الورطه. واش يديروا له هنا؟ يقولوا له مثلا نعطيوك دا استشاره، هو واش يدير؟ يخسر مثلا عليه 2 مليون دولار، 3 مليون دولار بين القهاوي، بين مثلا يعطيها مليون دولار لا كومباني الكتورال، يجيب مثلا هذا لافوكا تاع ترامب. اليوم هذا الجروب هذا روبرت هذا عنده علاقه وطيده مع رودي جولياني، رودي جولياني هذا المحامي تاع ترامب، اوكي، هذا كان المير، كان رئيس بلديه نيويورك، اوكي، قبل ما يولي رئيس بلديه نيويورك كان النائب العام تاع نيويورك، كان يخدم مع، كان يعرف كاع طرق تاع لا مافيا ايطاليان في نيويورك، اوكي، يعرف كلش عليهم.
دونك كي مثلا كي طاحت لا مافيا هذه تاع نيويورك، هو اللي على باله كاع الاسرع، كيف يدخلوا دراهم لا درو، كيف القتيله، كيف يبوجيو دراهم ايتو، تبيض الاموال ايتو. هذا الانسان هذا عنده واحد التفكير، ما نقولكش ذكي، حيلي، محامي تاع ترامب، عنده علاقات وطيده، علاقات كثيره. هذا الانسان هذا كان عنده علاقه مع لوبي اسرائيلي، بروماولو لانه هو محامي، بس عنده ستان بيزنس مان، ومامتو عنده يدير اللوبين، مام هو يدير اللوبين، عنده شركات، عنده بزاف، باش يتصل مع مع الكونغو، دي ار سي، ديموكراتيك ريبوبليك اوف كونغو، باش يتصل مع الكونغو كان يستعمل لوبي اسرائيلي. كان واحد شركه تاع لوبي اسرائيليه قالت له نجيب لك الكونترا هذاك، نجيب لك اتصال مع هذاك، مع هذاك البلاد. ومن بعد علاه؟ لان هذا الكونغو هذا عندهم ترامب مثلا حطهم في لا ليست تاع العقوبات، باللي لي دروا دو لوم ايتو، كيحطوهم في لا ليست هذا تاع العقوبات باش يتنحاو من لا ليست هذاك، راحوا للجروب هذا اسرائيل، تاع اسرائيل، هو لوبي اسرائيلي، بصح ما دار والو معاهم. جاو عند هذا الانسان هذا تاع روبرت، هذا هو اللي دارهم اتصال مع رودي جولياني، محامي تاع ترامب. عايلك وين كي داروا الاتصالات هذوك، كي شفت باللي كان رودي جولياني في القصه، ممكن هذا اسميتو هذا حداد، لان ما ياخذش فقط لي كونسي من عند روبرت، هذا روبرت سترايك، ياخذ لي كونسي من لي زافوكا اللي يخدموا معاه، اللي يعرفوهم. هو الانسان هذا يعرف دي زافوكا، يعرفوا لي تكنيك كيف يديروا مثلا بلانشيمون دارجون، هذا تبييض الاموال، كيف يديروا ديبلاسمون دارجون، يروح من بنكه الى بنكه ما تلقاش، يعرفوا. دونك سي دي زافوكا على بالهم، ماشي لي زافوكا تاع البلاد مثلا، يديروا مثلا يقعدوا في 15 واحد بالكتاب يقول كان محامي، هذو ما يرقدوش، هذو المحامين هذو يديروا كاع تبييض الاموال للطرافي كيتو، بس على بالو كيف يخبي لي طراس. دونك كي شفت هذا رودي جولياني، على بالي بلي كاين اشياء مثلا يبروميلو، يقول لك ايا الى مثلا احنا نجيبوا لك اتصال مع ترامب، هذه وحده، بعد بالك يشوفوا الضغوطات على الجزائر، ولا يعطيو له استشارات على الدراهم والبيزنس اللي عنده، اسكو الدوله تقدر عندها الحق تديه كلش، اسكو لي برو، باسكو واش عندك كاليترونجي، عنده قانون خاص، واش عندك كاليترونجي، واش عندك سميتو في البلاد، عنده قانون خاص، صافي انت تروح البلاد تي بو سيزير كلش تاع حداد نورمال. دونك مثلا هو او ميم مومون يعطي لي بروكراسيون للناس واحد اخرين راهم يديروا البيع والشراء، ولا اشياء مثلا اللي كتب هو داهم هو صحتهم على خوه ولا على لا فامي تاعو، ما تقدرش توشيهم هادو. دونك سي اون تكنيك باش يتهرب من المسؤوليه. دونك هادو الناس هادو مختصين في هاد الاشياء، يقول له مثلا انت لي بيزنس اللي عندك في ليترونجي، مثلا عنده اموال في امريكا، اوكي في لابونك، حطهم في امريكا، دونك هناك الاتجاه القانوني، تجي مثلا انت يا لابونك هذيك يقول لك شكون انت، هذو دراهم حطهم من انسان هنايا ماشي تاوعك. دونك كي يشوف هذيك الضغوطات هذه يجيب ديزافوكا، يعرفوا مثلا القانون العالمي، اوكي امبوسيبل دراهم هذو يخرجوا. ومن بعد انت كبلد، لان تولي قضيه بلد الى بلد، باسكو انت تبدا مثلا السفاره الجزائريه تروح لابونك هذه تقول له هذا الانسان راه في السجن سرق دراهم، بغينا نرجعوا الدراهم هذو. بعد يقولوا لهم لابونك، يقول لهم ما نقدروش، هذا ستان كليون، حنا نحاميو على الكليون. دونك البنوك في امريكا عندهم قانون خاص، لان فيدرال اف دي اي سي،
دونك هذوك لي بنك تقول لنا ما نقدرش. ومن بعد تطلع هذه القضيه تطلع الى القانون الفيدرالي، وبعد واش يقول له؟ يقول له بيسك طلعت هذه تولي قضيه بلد بين بلد، مثلا السفاره الجزائريه تروح للسفاره، ولا تروح الرئاسه الجزائريه تروح للسفاره الامريكيه تقول له، تقول له اي لا بونك هذه عندها دراهم تحدد بغينا نرجعهم، يقول لك هذه ستون انستيتيوشن بريفي ما نقدروش ندخلوا فيها. ومن بعد انت تدي القضيه هذه الى كاين واحد القضاء العالمي، اوكي ستون جوستيس انترناسيونال، هي اللي تدير مثلا المشاكل بين بلد وبلد، لان تولي قضيه بين البلد الجزائر والبلد امريكا. دونك هذو الاناس هذو اذكياء ما يرقدوش، على بالهم كاع تطب العيط هذا تاع ريبريزونتيو دي جون دي فيرم، يعني دي مليار دي مليار، البترول والسلاح والبور اكسبور لا دروغ ايتو. دونك هذو الناس هذو يعرفوا. دونك ما مسي تدخل القضيه الى قضيه بين بلد وبلد، بصح الا هذا عنده دي زافوكا يعرفوا، ممكن الدوله الجزائريه تخسر. ثانيا كاين واحد اللعبه مثلا يلعبوها الكونغرس، كيف يلعبوها؟ يخيروا بلد مثلا، لان قبل ما يوصل الرئيس يدير العقوبات، شكون يدير العقوبات؟ هي وزاره الخارجيه، وزاره الخارجيه مع دونك ثلاثه تاع العباد اللي يديروا لي سانكسيون العقوبات، الرئيس الامريكي، وزير الخارجيه، ووزير هي ديبارتمنت اوف ستيت، وزير الماليه، ثلاثه هذا. قبل ما توصل نتايا باش ثلاثه هذو يديروا لي سانكسيون، هناك دي كوميسيون هكذا في في الكونغرس، اي واحد يقدر يجيب من راسه يقول لك فرنسا نديرها لي سانكسيون. من بعد يطلع من الكونغرس، يطلعها حتى وين تولي قضيه في الوايت هاوس، اوكي، لان يفوتيو من الكونغرس يقول لك هذا البي هذا بغينا نديروا له لي سانكسيون، يوصل للرئيس يمضي. دي فوا هذا لي زيليمون هذو النواب هذو لي زيليمون تاع الكونغرس يديروها سكارا، يديروها سكارا باش يجيبوا دراهم من هذاك البلد. مثلا يشوفوا بلد يصدموا يديروا له لي سانكسيون، مثلا نقولوا كوريا الشماليه ولا فنزويلا ولا كوبا ولا نقولوا مثلا ايران، ايتو يضغطوا عليها انديريكتومون. هما بيان سور ايران هناك لوبيات اسرائيل هما اللي طاحوا عليهم، اللوبي الاسرائيلي يخلص للكونغرس والكونغرس يدير ضغوطات، بصح نجيبوا مثلا بلد واحد اخر كوبا، هذوك الناس داخل الكونغرس يديروا دي لوا باش يديروا دي سانكسيون البلد هذا. نفس الناس اللي راهي داخله في لي سانكسيون هذوك يجيو الى لوبي يقول لهم ايه حنا درنا دي سانكسيون، جيبوا روح مثلا لومباساد هذه تاع كوبا هضر معاهم الى يخلصونا مثلا 5 مليون دولار، نروحوا لتشون باش نقلوا شويه من هذاك لي سانكسيون. هذاك البهال مثلا لومباساد يخلص له يقول له اي نخلص لك 5 مليون دولار، هو نفس الانسان هو اللي خلق هذيك العقوبه، يديروها كاع في الليل يخلقوا عقوبات توصل لترومبي سنيه، ومن بعد ثاني يهدروا معاهم نفس الناس يوليو يروحوا لترومب يقول له جبنا تشيفا اي 5 مليون دي ثلاثه دي زوج اي اللي كيفاه يدير. دونك دي فوا يخلق لك مشكله انت تخلص كل بهال الناس راهي تخلص، سورتو هنايا يا حسره ما المغرب راهي تخلص، السعوديه راهي تخلص، القطر راهي تخلص، ام يخلصوا لي لوبي هادو، هما يديروا ما يقدموا، العشيه يتلاقاو في البار في لي ديسكوتيك في سميتو تيليفوناتيتو يقول له اي هذه 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 ايليك دراهم كاع وين راحوا، الجيري راهي تخلص ثاني بصح شويه ماشي
شي بزاف. مي الناس هذو اللي عندهم عقوبات وعندهم اضرار وعندهم كيما حدد راه في السجن باش يشوف اسكو يخرج من السجن، اسكو تكون ضغوطات من الجيري الى الدوله، الى الدوله الجزائريه، اسكو مثلا البيزنس تاعو، اسكو الدراهم تاعو، مثلا الدراهم تاعو راهم في سويسرا ولا في فرنسا باش يدخلهم الماريكان، اي كيفاه يدير؟ يقول لك انا راني رايح 18 سنه بصح الجيري اللي لازم تلعب. انا كشت هذا، بغيت نشوف برك كيف هاد لاجونس هادي على بالها بحداد، ولا كيف هذوك الناس هذيك تاع فرنسا صبرينا بان هذاك كيف على بالها بهذيك لاجونس هادي، لان لاجونس هادي سي تان اسكرو، هو اللي يجري وين كاين مشاكل. مثلا غدوه يشوف بلاد عنده مشاكل يبعث واحد لومباساد، من بعد كونيكتي مع لومباسادور، هاي اللي كيفاه يبعثوا دي جون حتى وين يوصلوا لي دي، بعد هذاك لومباسادور يقول له جبني نتلاقى مع هذا الانسان هذا، يهدر معاه طف 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 هاي لك، ومن بعد يقول له نجيب لك رونديفو مع ترامب يحل لك المشكله تاعك. ايه هو ترامب عنده الاف الالاف الالاف تاع لي بروبلام. علاه اليوم بالذات حنا مازلنا ميم با 3 موا لي زيليكسيون، دونك واش راهم يديروا؟ راهم يجريو، ما على بالك شكون يدي لا بريزيدونس. لو كان ما كاش كورونا هذه ترامب هو اللي يجوز، لو كان ما كاش كورونا هذه والناس خرجت للطريق وكسرت ترامب هو اللي يربح. كي جات هذه القضيه تاع كورونا ليس في حظ ترامب، كان عنده قوه يروح بور دوزيام موندا، مي هذه القضيه تاع كورونا هي اللي هبطت ترامب اليوم. دونك الناس اليوم راهي تدور كيما لي فوتور، لان ترامب لازم له دي جون كاع لي لوبيس تاع 2016 لازم يعيط لهم باش يجيبوا دراهم بور لي زيليكسيون بور لا كومباني الكتورال لا بيبليسيتي، لان لا بيبليسيتي هنايا 2 مليار دولار، كي تخلص لي زيليكسيون تلقى ب 2 مليار دولار اللي صرفوا على لا بيبليسيتي، دونك باش يجمعوا الدراهم هادو باش باش يورغانيزيو كاع الحاله لا كونفونسيون، كاين نقولوا لها كونفنشن، هذاك الكونغري هذاك اللي ترامب يقبل لا كونديداتور، بكري كانوا يديروها تسقم 100 مليون دولار، دونك بيس كاين كورونا يديروها صغيره ما يديروش بزاف الحوايج فيها. دونك بصح لازم دراهم، دونك اليوم اي واحد يعطي دراهم يقول لي ترامب اي نعطي له منا يجبد منا يجبد منا يجبد منا، ميمسي دي فوا ما يدير والو، كاين دي جون اللي راهم يجريو على لي سانكسيون تاع ايران تاع لا روسي تاع فينيزويلا تاع كوبا، كاين هادو المشاكل. شوف سورتو هذوك البلدان تاع الغولف عندهم مشاكل تاع الحدود، ايتو يجيو عند ترامب يعطيو له دراهم اي كاش ما دير لنا حاجه، وليو يروحوا لبلادهم يصفيو هذا المشكل هذا ويزيدوا مشاكل يخلصوا الملاير بوريان. دونك مثلا تلقى اناس راهم في مازق كما هذيك تاع انغولا، ولا كما حدد اليوم اللي براي ابي نيمبورت كال بري، علاه باش يخرج؟ ولا هو باسكو الى قعد في السجن من بعد البيزنس تاعو يمشي بويا، هو في نظره هو لازم يخرج بالسجن، يخرج يعطيها. مي الحكومه الجزائريه لازم تلعب باللعب ثم اعطينا دراهم اي مع السلامه، اوكي ما تقلقش كاع روحك، بغيت تخرج اي نعطيك مده، نعطيك 48 نعطيك 48 تقول لي وراهم دراهم، لان هذو 10 مليون دولار خساره بوريان، الحمار هذا تاع حداد خساره. دونك اليوم
باسكو كي اي واحد انت مثلا خلص 10 مليون دولار اوكي، الى ما جاب لك والو دراهم راحوا، الى كانسليت هذا، الى مثلا يا لا ريبتور هذا تاع الكونترا تخسر دراهم هذا صافي. الدوله الجزائريه كي دير مثلا اليوم نقولوا النيابه العامه فتحت، نقولوا فتحت ملف على الشيء هذا، واش في الملف تاعو؟ انت ما على بالكش كيهضر مع المحامي تاعو، ما على بالكش خوه هو اللي حاكم، لان اليوم سي لو كوفونداتور تاع لا كومباني تاعو صافي، كان واحد اخر في لا كومباني هذه تاعو، ماشي هو فقط لو بي دي جي، كاين واحد اخر. دونك الى مثلا هاد لا كومباني يسنيها لواحد اخر قبل في السجن يدير هكذا، يسني كلشي ديبلاسي، والحكومه الجزائريه تروح تقول له هذيك لا كومباني مش تاعو، باعني انا، باعني لا كومباني هذه اوكي، عطيت له دراهم، هاي لك الشيك، هاي لك كلش طرافيك، مي قانونيا ما تقدر دير والو. الى مثلا كاع لي زافوكا، كاع لي جوسيت جوستيس، كاع كلش اي حاجه تاع حداد، جامي يكتب واحد على مثلا اتفاقيه بين واحد وواحد اخر في الجيري، بصح في ليترونجي ما على بالك والو. لوتيل هذاك تاع اسبانيا يقدر يعطيه الى واحد اخر، ما تقدر دير والو، تروح انت تقاضيه تلقى ماشي تاعو، لان هذو لي زافوكا هذو يقدر يديروا له كلش، يديروا له كونترا باللي الكونترا هذا داروا قبل ما يدخل السجن، يجبد لك لي بابي يقول لك سي فري خلص هذا دار هذا، تروح مثلا تلقى كلش موثوق. دونك الجيري ما راهيش دير رابيدمون، شوف كاع واش عنده حداد، واش شرا، واش يقول لك مثلا هذاك يقول لك عندنا لي دوسي، يجبد اخدم افونسي. تروح مثلا لترونجي تلقى كلش باعو، كلش عطاه الى واحد اخر، يعطيه باطل. دونك في الجيري ممكن اي حاجه تصرع من الوقت هذاك اللي دخل للسجن، ما كان حتى واحد يدير له مثلا ان كونترا ولا الخوه ولا اي واحد، لان الا كاين نوتر بيرسون جيروند في هذاك لا كومباني، ممكن دير اي حاجه. شكون هو يمشي لا كومباني تاعو هو راه في السجن؟ افون مثلا الدوله تستحوذ على لي كومباني هذو تاعهم، اليوم تلقاه راح رمى 10 مليون دولار، لازم لك واحد شيطان باش يجبدهم يرجع دراهم هذا، لازم لك واحد شيطان باش يرجع دراهم هذا، لان في الكونترا عندك شهر، ابري مثلا عندك سنياه لو 26 لو 25 جويلي 2020، دونك الكونترا هذاك لازم يبقى 20 جو 30 جو، ومن بعد باش يغلقوا هذاك الكونترا لازم له اون نوتيس دو 30 جو صافي. دير نتايا عندك شهرين وهذا يخدم يقول لك انا خدمت ديجا، صدمت ومشيت ودرت لي كونتاكت، يقول لك ديجا عطيت مليون دولار لترامب، هو شدهم لو 26 دراهم هذوك، يقول لك ديجا انايا درت على هذا، يعطيو له الوقت شهر باش يغلقوا هذاك الكونترا بيناتهم، وبعد يقول لك انايا واش خسرت من 10 مليون هذو، ممكن يرجع لك النص، ممكن ما قانونيا ما يقدر يرجع لك اي حاجه، لازم تكون شيطان ذكي باش تروح ترجع دراهم هذو، ممسي ما يدير لك اي حاجه، لان راهي خساره دراهم بزاف، الناس تخدم حياتها كامل وما تجيبش دراهم هذو، هو خسرهم في 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 ليله. دونك هذه حشاها لكم، باسكو كي دار هذا كيما نقولوا
هذه لا ترانزاكسيون هذه، ميم سي ماشي هو اللي دارها، ميم سي ماشي هو اللي دارها، لو فات كو هو راه في السجن وما على بالكمش واش هضر، واش مثلا نهضر مع لافوكا تاعو ولا اي حاجه، هو اللي هضرها باش لافوكا هذيك يوصل كلام من لافامي تاعو، لافامي تاعو تروح لهذيك الادفايزر، هذيك المستشاره في فرنسا، هذيك تدير اتصال مع هذا كريستيان بورج، كريستيان بورج هذا يخدم مع روبير سترايك. دونك ديجا اليوم خرجوا لهم اكثر من 12 واحد كانوا يخدموا معاهم، هربوا، استقالوا، هربيتوا. كي تكون انت استا ميدياتور نورمال، بصح كي تكون انت خدام في الشركه هذه وما تخلص ومشاكل ايتو، استنسكروا هذا. لو كان مثلا هذه النيابه العامه في الالجيري تروح تفورسي حدا تشوف كيف تصل مع الشركه هذه، اسكو هي الشركه هذه اللي اتصلت معاهم ولا كيف بغيت نشوف برك كيف كان الاتصال الاول بين هذا اللي سكرو هذا، باسكو استنسكروا او عنده قضايا وقضايا في الحكومه في المحكمه على لان يبرومي للناس وما يدير والو. دونك سورتو نتايا كي يعيط لك سورتو دي زافوكا يديروا بزاف هذه في السياسه، يقول لك يصرف من جيبك ومن بعد حاسبني، اوكي، باسكو هذوك لي فري هذو الفا فاكتوري هذاك الكليون. دونك على هذاك الانسان اكسيليرنت ستوديو هذاك ما داش لي فري تاعو، لان مصر وكردستان خرجوا، هو هما اللي جابوهم هادو لي زافوكا جابوهم، بيسك خرجوا من الكونتري، قلت انا ما نخلصش لي فري، خلاص ما درت لي والو، دونك راحوا. دونك هذوك 200,000 دولار هذوك، هذاك الانسان نورمالمون خلصهم في الجيب، ايكو دوك مازالك مع الكونترا، ما تروح نتايا من الكونترا، اي فري اللي مازال لازم تخلصو. دونك مصر وكردستان ضربوا النعمه، خلصوا اي حاجه، صافي هذا الانسان هو اللي خلص من جيبه لي فري هذا. وهذاك مثلا الكونترا تاع مادورو ما داروا والو معاه، بصح داو 2,000,000 دولار، هو كاين 14,000,000 دولار، خلص 2,000,000 داوهم هذوك، كيف اقولهم في الكونغرس هذاك الكونترا بويكوتا ولا الشركه كامل، بصح هو ذكي قال لهم انا ماشي الشركه تاعي اللي مسؤوله على هذا، هذوك اللي لي لوبيست هذا اللي جبت معايا هما اللي جابوا الكونترا هذا، ومن بعد معليش عطاو له لا شونس يقعد. نورمالمون هذا اللوبي هذا يتغلق، لو بروبليم سي كاين واحد هنايا تغلق وحده تحل واحده اخرى، تحل شركة واحدة أخرى. ففي ليزانفورماسيون نشوف مثلا يقولوا في النهار في نو ميديا ايتو يقولوا باللي حداد دار اتفاقية مع شركة أمريكية، ماشي هو ديريكتوم حداد، وهذه ماشي شركة، ليست شركة، هذه اللوبينغ ليست شركة. اليوم بقاو في زوج، خرجوا لهم كاع، ما بغاش كاع يقعدوا معاه، بصح هو وحده عنده اتصالات هذا وهذا وهذا لي زافوكايتو، يقدر يدير حاجه مامسي وحده، اوكي، مامسي وحده يضرب دراهم. دونك لان هذه قضيه مهمه، انا قلت لكم حدد هذا يلعبها شاطر، بصح بدا يدير هكذا زعما يلعبها للحكومة الجزائرية، هو بغل، لأن لو فات كو انت خلصت الافونس كاع دراهم تاع السنة، كونترا تاع السنة 10,000,000 دولار، وما على بالكش اشكو يصرى حاجة ولا ما يصراش، لأن علاه داروا يوناني، لأن ترامب ممكن يبقى بريزيدون ممكن يروح، على هذا الناس راهي حطتو عام
الشركات الاخرى دير شهر بشهر. دونك اليوم الحكومه الجزائريه لازم تعرفوا كيف خرج الكلام من السجن من حداد. اسكو هو اللي قال للمراه هذيك تاع فرنسا تصلي مع لوبي امريكي وجبدوش كان في، لان داخل البابي هذاك ما كانش اكزاكتومون وشنو الادفايس الاستشارات هذو والنصائح هذو الفرديه ما كتبوش. دي فوا يكتبوا هو في الدوسي تاعو موجود، لان هذا الدوسي اللي خرج للصحافه ستان دوسي اللي جبدو من فارع هذاك لاجونس هذيك اللي ديكلاري كاع اللوبي، كاع لي زاجونس تاع اللوبي يروحوا لهاد لاجونس هذه فارا دونك يديكلاريو تما. ثم ما يكونش بالتدقيق، بصح لا كوبي هذيك اللي كاينه في البيرو تاعو، لان انت كي دير كونطرا مع واحد تهضروا على كلش، ومن بعد كي شاك 15 يوم شاك شهر يجي عندك يقول لك واش درت واش ما درتش. دونك مادا بيا الحكومة الجزائرية تشوف كيف حداد اهدر خرج الكلام من السجن ومن السجن شكون اللي يهضر مع هاد لا بيرسون هاد اللي راهي في فرنسا باش تتصل مع السيد هذا اللي راه في امريكا. كي تلقاو كيف خرج الكلام، ومن بعد تحوسوا على الاتفاقية هذا. علاش انت يا جبت موبي؟ علاه ياك اليوم ما عندكش بيزنس دونك علاه انت جبت موبي؟ علاه واش من استشارة ياك عندك افوكا مثلا في البلاد؟ جيب افوكا في البلاد، افوكا في البلاد يعطيك استشارة في البيزنس. كي كاين اشياء خارج البلاد هو، وانا قلت لكم هذا الانسان هذا ستانيس كرو يعرف بزاف لي زافوكا اللي يخدموا مع لا مافيا، مع لي بونك، مع البلانشيمون دارجون. دونك هذا انا حسيت باللي هذا هو المغزى تاع 10 ملايين دولار، لان دراهم بزاف. دونك يشوف هو حشاها لكم كي دار بابي هذا، عم بالو ما يخرج، بصح الناس على بالها. بصح البروبلام سيكو الصحافه الجزائريه تهدر سطحيا، لازم تدقق كيف حداد خرج من السجن، ولا العائله تاعو هي اللي اتصلت مع هذا الانسان في فرنسا، وهذيك الانسان اتصلت مع اللوبي في امريكا باش يدير لي بابي تاعو. ومن بعد يقول لكم ما هو محتوى الكونترا هذا، العقد واش من المحتوى تاعه. انت ما عندكش اي شركه، هو على اسمك الكونترا هذا، على اسمك انت. اوكي الكونترا هذا على اسمك انت، وانت راك موجود في السجن. قلنا وشنو محتوى العقد هذا، وشنو الاستشارات اللي يعطي لك امريكا اليوم انت راك في السجن، الشركات تاعك كاع راهي داتها الحكومه الجزائريه. انا قلت لكم اول مره كنت منحاز على العمال فقط، على هذا قلت لكم ان لازم نمشيو شويه بشويه. بيسك دار الهدا هذه اعطيلو لا راس، اعطيلو لا راس، خلص 10 ملايين دولار، قول له كل مليون دولار نزيد لك سنتين، صافي 20 سنه، صافي 20 زائد 18 38 سنه في السجن، حتى وين يخرج الدود من عينك. أروح تلعبها مع إيه، لازم يكونوا الناس يضربوا الطابلة ثم على باش يخرج وشنو المحتوى تاع الكونترا هذا. كي تشوف المحتوى تاع الكونترا ثم اللي تلقى لاسوس وين تروح، اسكو عنده شركات في الخارج، اسكو عنده دي كونت بغا يماسكيهم. اوكي لان سورتو لي سافوكا هذا تاع امريكا يعرفوا كاع لي زاستوس تاع لي ترانزاكسيون بونكير اي تو. هذا جولياني راح
هذا جولياني راح للكويت، راح للبحرين، راح لاوكرانيا، راح على اشياء مثلا حصلت في امريكا، عندهم علاقة مع اشياء في العالم، راحوا جابهم. لان قلت لكم هذا يعرف بيان الخدمة تاع لا مافيا. دونك تهلا في رواحتكم، مادا بينا الحكومة الجزائرية تشوف كيف خرج الكلام من السجن الى المحامي ولا الى العائله تاعو، ومن بعد شكون اللي دار لاكسيون هذه، اسكو يعرف حداد باللي داروا له هذه ولا ما يعرفش، ولا شيء اناس واحد اخرين هما اللي داروها بلا ما يعرف هو. تهلاو في رواحتكم، هذا هو موضوع حساس، لازم لان اليوم تبدا من هذاك الانسان جبت كاع الاخبار تاع الاناس واحد اخرين، لانه هو اللي حاكم افسيو على بالو كاع الناس وين تحط الدراهم. دونك دراهم الشعب لازم يولي، اوكي، دراهم الشعب لازم يولي. تهلاو في رواحتكم.